نروح لجولة إلى أخبار سيدتي. يا ريت عشان ما أجيب العيد. بالضبط. توصيف المقبل أول باحثة ماجستير سعودية عالمية تلتحق بالاتحاد الدولي للمؤرخين وتتوج مسيرتها بلقب مؤرخة دولية. الاتحاد لا يضم إلا حاملي شهادات الدكتوراه، إلى أن توصيف المقبل كسرت هذا الحاجز كأول طالبة ماجستير سعودية. برافو. معنا عبر الهاتف تواصيف المقبل. أهلا تواصيف. أهلا فيك تواصيف. ألف مبروك التحاقك بالاتحاد الدولي للمؤرخين. الله يبارك فيك حبيبتي. طب تواصيف، إيش اللي ممكن أنت تقدميه من خلال التحاقك انضمامك للاتحاد الدولي للمؤرخين؟ بالتأكيد تبادل الخبرات وبناء المشتركات التي تعزز سلم الأمن الدولي، وأيضا الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي والأكاديمي للمؤرخ، أيضا تقديم الدراسات والمؤلفات التي تهتم أو تعتني بعلم التاريخ. جميل. يعني ممكن يوم من الأيام كذا ألف عن التاريخ السعودي وأنقله لهذا الاتحاد بصفتي سعودية. طبعا أكيد. طيب تواصف لو تقولين كذا، متى بدأ اهتمامك بالتاريخ؟ اهتمامي بالتاريخ من الصغر طبعا، لكن برز أكثر في المرحلة الثانوية. نعم. حتى يعني في بحث التخرج كان عن التاريخ، كان حتى يعني تاريخ سياسي، مش اي يعني مش منحنى اخر يعني. وايش هي اكثر المواضيع في التاريخ اللي تهمك؟ تاريخ السياسي والعسكري. هو السياسي والعسكري. ايوه. جميل. طيب تواصف لو تقولي لنا، هل عندك مناصب او عضويات اخرى غير عضوية الاتحاد الدولي للمؤرخين؟ عضويات حاليا انا عضو في جمعية العلوم السياسية في المملكة العربية السعودية من تقريبا، مش حاليا، انا من زمان يعني تقريبا لي 6 سنوات وانا عضو في هذه الجمعية. برضو كنت رئيسة مجلس استشاري طلابي على مستوى كلية الآداب في جامعة أميرة نورة. برضو كنت عضو في المجلس الاستشاري كمستشار يعني عند رئيسة المجلس الأعلى في جامعة الأميرة نورة لما كنت طالبة، هذه مرحلة البكالوريوس. لكن حاليا استمريت طبعا في كعضو في جمعية العلوم السياسية إلى الآن، وبرضو بالإضافة إلى عضوية الاتحاد الدولي. يعني جميل. تواصف، إيش اللي تبغي تسعيله وتحققيه من خلال تخصصك ومجالك في التاريخ العسكري والسياسي؟ بالنسبة لي يعني الأهداف دائما، أنا حتى ذكرت في لقائي الأول في على NBC أنه دائما أنا أخبي أهدافي، لكن برضو في تلميحة أخرى، أنا لمحت هناك على هدف والآن بلمح مرة أخرى على هدف آخر، أنه كنت ولا زلت يعني أسعى بصم منذ سنوات وبجهد طبعا شخصي أني أوظف التاريخ في عدة مجالات في البلد، من خلال الإعلام طبعا، من خلال مقالات بالضبط من عدة وزارات، مش بس وزارة الإعلام. نعم. حابة أوظف التاريخ لأنه التاريخ إذا ما وظف بطريقة صحيحة خلاص يعني ما راح يكون له أي فائدة. طيب إذا قولي لنا، إيش هي فوائد توظيف التاريخ يا تواصيف؟ هلا؟ لو تقولي لنا إيش هي فوائد توظيف التاريخ بطريقة صحيحة، يعني إيش الرسالة أو الجول اللي تبغي توصلي له؟ حاليا الأحداث الجارية في الوطن سواء العربي أو المجتمع الدولي، التاريخ يقيك من أنك تنحرف وراء تيارات فكرية معينة. التاريخ يقيك أيضا من أنك تمارس سلوك معين أو تحدو أو تقف موقف أو تنسى الأساس يا تواصيف. هلا؟ انه ينسى كمان الشخص عشان مع ظل الظروف اللي قاعده تصير دحين معانا في الوطن العربي، في ناس كثير اطفال يعني ممكن يكبروا ينسوا كثير اشياء كانت في حياتهم. بالضبط. الان لو يعني بدخلكم شويه في السياسه، الان ايران لما تنفذ مشروعها الفارسي على الوطن العربي، هي كيف احيت كيف أحي كيف هي بدات هذا المشروع باحياء تاريخها. صحيح. التاريخ الفارسي وايش، على انهم عظماء، على انهم عندهم قضيه، على انهم الى اخره، صح ولا لا؟ اكيد. فاحنا كتاريخ عرب احنا عندنا تاريخ يعني مليء بال وعظيم. ايوه عظيم، ومش بس التاريخ الاسلامي، حتى تاريخ العرب يعني.
طب ايش تعتقدي يا تواصيف المطلوب مننا احنا كعرب ان نربي ابنائنا والاجيال القادمه عليه، بما انه يعني في دول كثير مجاوره وممكن نقول عدوه يعني مش صديقه بتحاربنا كمؤرخه؟ السؤال مره ثانيه. كمؤرخه ايش تعتقدي ان المطلوب احنا نربي عليه الاجيال القادمه بما انه في حوالينا كثير ناس معاديه؟ طبعا التعليم عندنا شيء اساسي. نعم. ودائما يعني على اطلاع تام على التعليم العام، التعليم العام هو الفتره الحساسه اللي عند اي طفل او مراهق او الى غيره، غير التعليم الجامعي، اتكلم عن التعليم العام. ثقافه. المطلوب مننا احنا نركز على الدراسات الاجتماعيه او الفكريه بشكل عام. وما نقدر احنا ندرس الفكريه الا نرجع لتاريخها، كيف احنا نتناول المنهج الفكري بدون ما نرجع لتاريخ. صحيح. احنا لازم نفكر في هذه اللحظه كيف احنا ندافع عن انفسنا، او خلينا ما ندافع، خلينا نقول كيف احنا نصنع شخصيه، ايوه، نحمي، نقي الى اخره من خلال التاريخ. احنا عندنا نماذج جدا يعني ايجابيه ونماذج ايضا سلبيه في التاريخ. تعتقدي اهمل التاريخ يا تواصيف؟ اهمل جدا صراحه. طيب نلاحظ اهتمامك بالمقالات السياسية والعسكرية، وهذا نادرا لما نلاقي سيدة تهتم في هذا النوع أو هذا المجال. لو تقولي لي، هل لقيتي صعوبة ولا يعني بحثك الدائم وتوثيقك لهذه الأحداث وقراءتك للتاريخ ساعدت؟ سؤال مرة ثانية لأنه ما طيب فهمت. كنت أقول يعني لاحظنا اهتمامك بالمقالات السياسية والعسكرية، صحيح؟ ونادرا لما نلاقي سيدة تهتم في هذا المجال، فهل لقيت صعوبة؟ لا طبعا، أنا بالنسبة لي علم التاريخ فتح لي آفاق. إحنا ندرس تاريخ سياسي وندرس تاريخ عسكري وندرس تاريخ الحضاري وندرس، فأنا عندي أداة، أنا عندي أدوات، لكن مطلوب مني أني أعمل. فأنا عملت من خلال صحيفة الرياض على على هذه الآلية، على هذا الأهداف الاستراتيجية اللي أنا عاملتها حاليا، أن أنا أوظف التاريخ وأدافع عن قضايا الوطن وقضايا الأمة العربية من خلال التاريخ. تواصف، معلش سؤال، برأيك المناهج الدراسية التي تدرس في المدارس كحصة تاريخ، طبعا احنا عارفين انه المدارس بناخذ حصص تاريخ، هل التاريخ اللي احنا بناخذه في المدارس متوائم بما يتطلبه العصر حاليا؟ أو مثلا لازم يصير في تجديد في مادة التاريخ بحيث أنه يقدروا الطلاب يواكبوا العصر؟ الآن اللي أنا أشوفه في التعليم العام، المناهج لا تفي بالغرض أبدا، لا تفي ولو ربع. أكيد أكيد. يمكن لهذا السبب اهتميتي في يعني مقالاتك الأسبوعية في جريدة في جريدة سعودية، أنك دائما تحاولي توصلي أنه صناعة القرار السياسي في المجتمع الدولي وتحاولي توضحيها بشكل أكبر، صحيح؟ صحيح. طيب برضو دائما شعاري لصناع القرار، أحب دائما أوصل هذه الرسالة، اللي هو أن التاريخ لا يعيد نفسه. نعم. بل نحن البشر لا نتعلم إلا من تجاربنا الشخصية. صحيح. لذلك تتكرر الأخطاء التاريخية رغم أن المواقف ثابتة، المواقف السياسية هي ثابتة، لكن الأشخاص هم دائما لا يتعلمون تجارب الآخرين. أكيد. تواصيف المقبل، شكرا لهذه المداخلة وألف مبروك مرة ثانية. صراحة تستاهل كل التوفيق، مبروك أنه أنت التحقتي بالاتحاد جميل الدولي للمؤرخين. جميل اهتمامها جميل جدا، لأنه قليل، خصوصا أنه التاريخ دائما يضلل، فالحلو انه يكون عندك احد مهتم وباحث ويوثق، وكمان يعني يحاول يحافظ على القصص الحقيقيه في الماضي، خصوصا في الزمن وفي الفتره الحاليه، زي ما هي بتقول انه مثلا صار عندنا الربيع العربي ضغوطات خارجيه ممكن تشوه الحقائق والتاريخ، تشوه وتشوش افكار الناس بالضبط. كمان فكويس انه في احد ما زال يعني مهتم بالتاريخ، عنده حب انه كيف يبرز تاريخنا بشكل مشرف وبشكل جميل. جميل. انا صراحه افتخر فيها والله، كل الشكر تواصيف، مره سعدت بكلامي معاكي. مشاهدينا نطلع فاصل.